الأعراف. اسمع مني فائدة، أحصيت عدد الآيات الموجودة في صحيح البخاري، وقلنا هو كتاب يجمع فيه الأحاديث، أحصيت عدد الآيات التي فيه، كم تتوقع أنها كانت؟ وهو كتاب لجمع الأحاديث، كم تتوقع فيه من آية؟ الذي أحصيته مع المكرر 4343 آية، وهو كتاب صنفه لجمع الأحاديث. فانظر عظمة القرآن عند البخاري رحمه الله تعالى.